فعندما تقرر عزيزي الفلسطيني، عندما تقرر أنك ستخلع حتى اللباس الداخلي حتى التبان وتقدم مؤخرتك في سبيل تحرير فلسطين، فأنا أقول لك ضاعت فلسطين، ضاعت وراحت في الرجلين، ضاعت وراحت في الرجلين. يعني إذا كان الفلسطيني مستعد يقدم مؤخرته في سبيل تحرير فلسطين، عن أي عزة وكرامة يتحدث هؤلاء؟ عن أي عزة أو كرامة يتكلم هؤلاء؟ يعني ماذا بقي لديك إذا أنت قدمت عرضك ومالك للمجاهدين، إذا أنت قدمت زوجتك وبناتك